مدحينا كحيجين كبنت لان احمد علمي عثمان كراش يا قصر جمد حتويدا كقابلي وسيرك وسارد الشقادة يا ريمها بالشلة دولدة فدرال كي صوماليا مدن الدرهان احمد فارح يوفتي وهو جامد يو كل كان وحكاقب قلي وسيرك حيجين وسارد الشقادة شغالها ايدن يردي عيارها اي بوتلان مروهود سعيد اجا سماه قدام مد حتويدا بوتلان محمد عبد الرشيد يا اجا سماه مرشوع بحنانة يا اي حي صوماليا فردوس احمد عبد الله يا قاسمها مرشوع بحنان يا يحا اي بوتلان عبد الله محمود ورسمي كل كان ايا وحا وقاتي مدة ساعدها مركي وصور دماضي وحا ورباينتا وقور بحيا فينك مدحتويدا بوتلان شابع دوراني كسمها مدحوينها دولة بوتلان اهلا مدحوينك كعينينك دولة مدان احمد علمي عثمان كراش وحا ومانتا حروتا قصر مدحتويدا دولة بوتلان يقروا وكو قابلي وزيركا وزارة الشغادة يا رمها بلشدة دولة فدرالك الصوماليا مدان دوران احمد فارح يوفتو هقامين ايو وقايبك يهين مدحدة مشروع بحنانو الصوماليا كل كاسي وحا كقايب قلي وزير كحيينك وزارة الشغادة شغالها دان يرد عيارها بونتلان مروه هودن سعيد يو أغاسين كقود مدحتوية دا دولة بونتلان مدان محمد عبد الرشيد يو سيدو كلا مدح مشروع بحنانو صوماليا يو مدح مشروع بحنانو بونتلان مشروع بحنانو ومشروع لغوك كبايو نلوشا داد كا دانيرتا وزير كا الشغادة يو أرمها بلشادة دولة فدرالك صوماليا يو وفتيق الله السعودة وحا مدحوينها لغو داقين وربحين كسي سعودة الكود بونتلان شغوي iyo kulamada u qabsomay iyo waliba sida uu mashruucaasi u socdo dhinaca kalena madaxweynaha ku xigeenka Puntland Ahmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa qasriga madaxweynaha ku qaabilay wafdi ka socday Koonfur Galbeed wafdigaasi oo isku jiray agaasimayaal la taliyaal iyo xubno farsamo ayaa garowe kaga qayb galay maalmihii ugu dambeeyay shirka iskaashiga Puntland iyo Koonfur Galbeed kaasi oo la isku weydarsaday khibrada shaqo iyo habka maamul ee labada maamul goboleed waa Cabdirisaaq Cabdullaahi Aadan Cabdirisaaq Koronto تلفزيونك عالمي جوساب هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا او كليا او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرجيس اما حدق لبا ابر لبا افرجيس